待っ مرحبتين بكم اف سلام تنو في الله لكل مشاهدينا ولكل من يتابعنا عبر قناه الوسط دبليو تي في حلقه جديده من برنامج سحوركم علينا ضيف جديد وفقرات متنوعه واكله جديده معايا نيس سليمان قشوط وسمر بوحلفاية صح فطورك سمر مرحبتين سليمان صح فطورك شنو اخبارك اليوم الحمد لله كويس سلمك وأعطيك الصحه حتى انت شو فطرتي اليوم خليك. <applause> ربي يخليك السؤال المعتاد شو فطرتي اليوم <applause> لازم انا <من ولا تصفيق> ما فطرتيش <applause> كأنه ما مر... كأن ما نشوفوش بعضنا يلا مش مشكله ما فطرتيش وتاكلي ان شاء الله في السحور شنو طيبنا اليوم والله اليوم ما زال خليها مفاجأة بعدين نقولوا للناس نحس في حاجة نحبها هيك لا لما شفت حاجة يحبها الضيف حاجة يحبها الضيف لما شفت أكيد. مكونات. ضيفنا اليوم آه، إذا حكينا على تصميم الأزياء فهي اسم كبير ولامع في تونس إذا حكينا على ملابس السينما والدراما والمسرح فأكيد هي علامة دالة عليه في تونس أيضا وكل منطقة المغرب الكبير ضيفتنا اليوم تميزت ولمعت فكان نتاج هذه النجوميه وهذا الابداع جوائز عالميه وعربيه واقليميه. برعت كثير في الملابس لدرجه انها اتقنت العديد من الملابس التاريخيه اللي من الصعب ان اي مصمم ازياء ممكن يقدر يصممها او يجيدها او يعطيها بنفس الحقبه التاريخيه اللي كانت فيها الملابس هذه، على سبيل المثال للحصر الزعيمان، اليوم ضيفتنا النجمه نجمه الملابس والتاريخيه والعصريه والمديرن العزيزه بسمه, بسمة الدوادي، دي. مرحبتين بك انستينا بسمة. بسمه. اهلا انستينا صحبتورك. اهلا يا هلا صحبتورك انستينا وازد مرحبتين تفضلي بسمه. يا هلا كيف الحال؟ الحمد لله. صحة فطورك يعطيك الصحة، ان شاء الله غير المقدمة كويسة ما... لا لا مقدمة انسترنا انسترنا معاه هو حاب يقدمك يا بسمة بحكم الصداقة اللي تربطكم بحكم انكم تعاملتوا مع بعضكم بعض في مسلسلات واصبحت العلاقة خلاص ما عادش مهنية خوية. بحتة هي <تصفيق> صداقة <applause> وموضوع <خوية. تصفيق> انستينا بسمة والحوش حوشك طبعا انت ليبية بديتي منا وفينا طبعا فما نرحبوش بيك في حوشك مرحبتين بيك في تعلمتي بس ما الكلام الليبي من خلال عدة أيوة مسلسلات توا يعني ما شاء الله أيوة ستة سبعة متعل... مسلسلات يعني أي. أيوة. فالكاس تقريبا 90% ليبي فمتعلمه يعني بعض الكلمات طبعا نفهمهم وليت بالبداية ما تعلمتش علمناها <applause> 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 خلاص بس توا احكي لنا هيك دقيقه بالليبي عرفتي لما نحكي معاه رحبي بينا ونسال رحبي بينا ورحبي بالمشاهدين بينا. بالليبي عندي لك صحه فطوركم وان شاء الله رمضان مبارك ونحبكم هلبة هلبة هلبا ونحبكم هلبا هلبا شكرا حبيبي شكرا. شكرا خليكم معنا متونسين بيكم, إن ايه. شاء الله ديما لمتنا على الخير ان شاء الله يا رب يا رب. ان شاء, إن شاء, إن شاء الله. الله ان شاء الله ان شاء الله بس ما امتى بدا غرامك بالملابس في الصغر يعني امتى اكتشفتي انك انت تقدري تصمي او في حاجه درتيها في الصغر وتذكرتيها بعدين لما اصبحت يعني مصممه الملابس. قريت تصميم الملابس وبعديك تركته ده. ونهار جيت الوالدي قلت له نحب نولي ممثلة <تصفيق> <تصفيق> يا أخي قال لي برا شق الكيس دارنا كانت مش بعيدة على فضاء التياترو قالي لي برا شق الكيس فما فما تياترو مقابلنا فيه توفيق جبالي نمشي له نقول انا نحب نولي ممثله أه. ما كنتش من عكسي بس حوايجي يوم تغدو ومشيتي ومشيت يا ومشيت. <applause> <متحد> <متحد> اخي لقيت توفيق عنده وقتها كلام الليل دونك أه قال لي ما عندي حد شيء ما اقعد معنا يعني في الكواليس تتفرجي في الكواليس على الاجواء في الكواليس. المسرح قعدت معاهم لقيت مصممه ازياء انيسه البديري نوجه لها التحيه تصمم وقتها في الملابس نتاع المسرحيه نتاع المسرحيه قعدت كنت نعاون فيها وكل مرة نقولها نجد وذيه وتقد ذي ونعاون فيها قلت لي أخي انت شنو اللي عاملة قلت لها آه راني عملت تصميم ملابس ما معناتها موديرن مش يعني مش نتاع مسرح ولا سينما وبدات المسيره من غادي المسيره بديت من غادي من كم كان عمرك كان في عمر صغير ولا في عمر كبير مثلا 18 آه سنه في عمر صغير اكتشفتي نفسك ودخلت هم رحبوا بي بالكدا وعاونوني و... معناتها مخ... بالحق الممثلين اللي كانوا موجودين من غاديكا في في المسرحيه هذيك كلهم رحبوا بيا بالكدا بالكدا بالكدا. فلقيتي حفاوه من الاول ما شاء الله. وخليه <applause> و... <applause> ودخلت... <applause> دخلت معناتها في مسرح عنده ال مسرح الكبر كبير وعنده اسم كبير واسم كبير واسم كبير وكل معناتها كان عندي حظ كبير برشا اللي انا اللي لقيت عبيت تبنيتني وهما كبار. ايه. وخذيتي الطريق الصحيح بعدين <applause> 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 بس ما صممتي ملابس العديد من الأعمال الفنية الإبداعية سواء كان في الدراما أو في السينما في الدراما مسلسلات هلبة زي الحبيب مسلماني وزي عطر الغضب والأفلام السينمائية آخرها دشرة للمخرج عبد الحميد <applause> بشناق <بشناك. تصفيق> <applause> وطبعا إلى جانب الأعمال الليبية اللي في السنة, السنة هذه الأخيرة أخذتني من تونس طبعا طبعا العديد من مسلسلات الصراحة ما نجمش يعني يعني. مسلسلات تونس على خاطر كل عام عندي مسلسل ليبي والعام هذا مسلسل لنا الله يبارك زقت ريحتين وغسل التنوع ما بين الدراما والسينما هل هل في اختلاف ولا هو نفس الشيء ولا يعني حتى من حيث بالنسبه للملابس هو نفس الشيء أيه. المسلسل يكون اصعب اكثر مم. على خاطر الحلقات نتاعو ساعات 15 حلقه والايام 15 حلقه ولا 30 حلقه ولا ايامات طويله أيه. الفيلم اسهل مم. على خاطر اقصر اقصر, أقصر. أقصر معناتها سبعه سبعه حتى ثمانيه اسابيع تصوير صح؟ والسيناريو يكون اقل حجم إيه. أه دونك حتى شخصياتي ما يكونوش ما يطلبوش يعني رشاش حتى احنا نقولوا اكثر يعني مش يعني يعني يكون تاريخي هذيك إيه. حاجه اخرى اما كي يكون معناتها باقي إيه. اسهل الفيلم اسهل بالنسبه لي انا معناتها اسهل برشا من مسلسل. من مسلسل في مجموعه لكل مصمم ازياء او او يعني متخصص في ملابس الدراما والسينما اكيد خدم اكثر من حاجه فيما يتعلق بالحقبات التاريخيه والزمنيه طبعا. شن الحقبات اللي خدمتيها وشن اكثر حقبه تعباتك واكثر حقبه حبيتي انها تقعد ديما الاعمال الدراميه والسينمائيه في فيها هذيك ساعه انا فما حقبه ما خدمتهاش هي حقبه العشرينات أيوة. ماذا بيا يجي فيلم يتكتب فيلم ولا حتى مو مسلسل في حتى فيلم حتى فيلم قصير خاطر الحقبة دي كان حب نمسها تعجبني أنا تعجبني بس ماذا ويجي ليش؟ خاطر ستايل بتاع العشرينات ياسر يعجبني ستايل الملابس وكل أيوة. شيء يعني والتسريحات يعني ورات ورات ولي ولي إيه؟ وال والحاجات الاخرى مسيتهم سبعينيات مسيتهم والا زاد 1800 ومعناتها اللي قبل برشا ما سيناهم في الزعيمين أيه؟ كيف بنقول لك يعني ولكن أيه ربما لان أيه انت أيه تقصدي الحقبه هذيك المودرن مش اللق... الحقبه مش التاريخيه في الكلورية يعني أيه اي ما هي فما حاجات تو ح... نخدم على حسب السيناريو اي دونك عندك كتابه اللي باش يكتب كل واحد كيفاش يكتب التصور نتاعو أيه بالتصور إنا نعيش مع كل شخصية. شخصية. نعيش معها نعيشهم الكل سليمان انت تعرف معناتها من, من الكومبارس من... اللي يبدا متعدي كنت تتبعوا شنو اللي لابس شنو اللي معناتها تصمم له حاجاته ما حدا شيء اللي جيش صدفة صدفة طبعا كل شيء تقرا سيناريو يلزمك تحكي مع المخرج م. تشوف رؤية المخرج باش تنجم انت تتناسق معها تشوف على حسب الشخصية باغ عندك شخصية تبدا من اللول فرحانه بعد ت... بعدين ايه يزمك ايه في الالوان في, ال... ايه في اي حاجه يزمك ت... حسب النفسيه حتى حبس... ايه. هو هل تعتبري ان آه، تفضل <تصفح> <تصفح> صراحه الشعب الليبي كله تفاجا المفاجاه الاولى كانت في زنقه الريح واحد في الازياء كانت في حقبه الاربعينيات وزي ما نقولوا بليبي ما فيش غلطه يعني الكل كان متفاجئ والشيء المميز في العمل صراحه شنو الصعوبات اللي واجهتك وكيف كيف قدرتي انك انت توصلي لدرجه ان ما فيش نقد على الملابس والاكسوار الكل فرحان والكل عنده انطباع جيد ما فيش يعني. يعني ما في في اللبسه التقليديه في حكي. الملابس في اللبسة التقليديه هي مدام زينب جيد زاده زي وعطاتنا من ملاحظاتها من الملاحظات نتاعها حكينا لها على السيناريو قلنا لها السيناريو إيه؟ يصير في الفتره هذيك كيفاش اللبسه التقليديه تلبس علمتنا كيفاش نلبسوها إيه. علمتنا في الفتره هذيك حتى الاكسسوارات إيه. شنو إيه. ما اللي يحطوهم إيه؟ دونك وبعديك انا لصقت الالوان نتاعي على حسب كل حولي إيه؟ شنو اللي تلبس مع تخليط الباز نتاعي وبعديكا بدينا ننسقوا في على حسب الشخصيه على حسب مرت البيت تلبس حاجه الشغاله نتاعها ما تنجمش تكون كيفها في في الشارع كيفاش يكونوا معناتها الناس المارين المارين كيفاش إيه؟ يبداوا لابسين و... وكل شيء الاوروبي الايطاليين اللي كانوا موجودين في الفتره هذيك فوالا معناتها كل واحد عملنا له الشخصيه نتاعو كيفاش تكون م -م. آه. هل تعتبري في هذا المجال صعب بسمه هو صعب صعب كبدا ما فماش فلوس باش انت تحقق الشيء اللي قريته كبدا ما في الانتاج باش انت صحيح ت... الانتاج ما تقدريش انت تنافسي وتديري الحاجة اللي تحبي عليها انت الحاجه اللي انت تحبي عليها م -م. خاطر م -م. المسلسلات ولا الافلام التاريخيه إذا ما برشا فلوس صرف 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 معناتها ن... إنتاج من... قوي يعني. من, من هنا ندعي لرجال الأعمال باش يدعموا باش يشجعوا الفن أيه هو طبعًا. هو شوفي ال... هي ال... الإمكانيات المادية وحتى السوق سوق التسويق أيه. آه لما يكون فيه سوق تسويق كبير مثلا في المنطقه المغاربيه او في الشمال أفريقية اكيد حيكون فيه دعم للامكانيات لكن للاسف التسويق يحكم احيانا هو حتى حتى الماتير بروميير المواد الاوليه يعني. المواد الاوليه ما عادش تتخدم معناتها أنت باش حاجات تقليديه كانوا قبل يخدموا بالصوف صح. كانوا معناتها مش نفس يعني كان في حاجات مش نفس الماتير مش نفس القماش كيف درتي في النقطه هذه بس ما. مثلا انت في تونس والعمل اللي بيقح يحكي لفترة زمنيه في مدينه طرابلس القديمه في أربعينيات القرن حاجة العشرين. فما فما حاجات من طرابلس فما حاجات مثلا في الزعيمان الجرود الكل احنا نسجناهم في تونس. أي. يختلف الجرد التونسي عن الليبي أنا لا 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 في الجنوب مثلا الجرد الجرد أيه؟ اما لا احنا عملنا الجرود الليبية ليبيه متخف, الليبي. خاصة, متخف خاصه الاربعينات. اخف شويه بش. كي تلبسوا الكومبارس مش مستانس به ينجم يتحرك, بيه يتحرك يعني بيه وكل شيء وفي وفي الصوره يعطيك نفس ال تو طيب بنختبرك شويه انا يعني. انت ليبيا <applause> تو ليك ست سنين تقريبا صح؟ آه رسمي الحلويات تقريبا الحلويات اللي على الطاوله <applause> كل عاد استخدمناهم في الزعيمان واستخدمناهم في زعيمان يا من في الاكسسوار لكن وكان مره مره, <applause> مرة نخبوا <نخلص تصفيق> من آه. الغريبه اي صح صح والكعكه ايوه ووريك كعكة العنبر <applause> هكا <الحاجة تصفيق> ولا ايه يلا تفضلي باهي اختاري حلو اختاري غريبة اختاري اوكي صح طيب بسمه آه يعني المصمم الازياء لما يخدم آه لبلد غير بلد المنشا نتاعه صراحه هل تحسي انه ممكن يبدع اكثر من المصمم يعني اللي يكون يصمم لبلده لعمل ينتمي لبلده او ما لهاش علاقه بالنسبه لي انا ما لهاش علاقه أي. انت ساعه وقت تاخذ المشروع ويعجبك السيناريو تبنيتو. تبنيته خلاص ايه تبنيته معناتها ما عادش ما عادش فما كلام تقول هذا خاطر بلدي وكل أنتي، أنتي انت 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 راهنت على مشروع يعني ما يعني. مش نقصدش انك انت ببلدك انت ما فهمتينيش نقصد ان انا مصمم ليبي وانت مصممه تونسيه انا لما يجيني العمل ليبي أي. نتاج ثقافتي بيئتي المحليه المامي بالشيء يعني هل تشوفي ان لما يبدع اكثر من ان لما يكون اجنبي طبعا طبعا هو معناتها تحسوا ما فرد ما فرد طريقه في اللبس في كل بلاد حتى في اوروبا مم. ما كل بلاد لها خصوصيه يعني كل بلاد الخصوصيه نتاعها دونك انت تحاول باش ت... الثقافه فين وقتها ت... تخليك ت... تقرا كتب على الملابس وت... يعني. وت... وتعمل الروشيرش وتسال كلمه ما تعرفش صح. 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 وت تحاول باش تلقى روحك في ال... في الحاجه اللي انت تلوج عليها باش تعطي صوره باهيه واليوم شنو الازياء الحلوه والنظارات والحركات انا عجبني نظارات الحمر والخضر ان شاء الله والعقد هذا الجميل <تصفيق> <تصفيق> اناقه اناقه طبعا شاء عليك يا بسمه ديما فيها حاجه مميزه طبعا ديما القبعة أنا مستغرب أن اليوم ما جتناش بالقبعات طبعا عندها داخل كل أنواع القبعات ما شفتهاش بالقبعة حتى المرة اللي فاتت لما مش بالقبعة <applause> بس ما عمل تمنيتي أنك أنت تشتغلي فيه تصميه يعني قديم أو جديد حتى حاجة شاهدتيها على الشاشة وتمنيتي أنك أنت تكوني مصممتها حاجة على الشاشة ما ما تحضركش ولا فيه ناسية؟ فيه ولا يحتمل لي ما ما تحضرنيش حاجة أكيد تفرجت في حاجة قلت ما صابينا قديتها مم. ولا مثلا عليش. حاجة قديمة مثلا فيها لما رسالة هل تمنيتي أنك أنت مثلا تكوني موجودة وقتها يعني والله الوقت هذاك كان في الرسالة يا عاطي نصلح فيه برشا حاجات <applause> صلحي في سنة خاطر مش صلح نفس معناتها في الرسالة هو نلو. أنا سنة قد في الـ آه 74 74 معناتها آه م... صغيرة <applause> اما فيه في اشياء تحتاج تعديل في لما تفرجوا برؤيه اخرى لما وب... كنا صغار ما كناش ننتبهوا للاشياء هذه بعدين لما و... المجال وتو كبرنا لما نتفرجوا فيه لاحظوا يعني هو هو ما انا وحده من الناس تو كنت تفرج في حاجه ما نغزر لهاش ما نتمتعش بها انت تشوف الملابس طول كل واحد يشوف الحاجه نشوف اللي... اللي... نشوف الحاجات التكنيك ديما نشوف وراء الكاميرا صح صح حتى وهذيك <applause> تتالم راهو خاطر مت ما تتمتعش بالفرجه بالقدير طيب هذه وجهه نظرك فيما يتعلق فيلم رساله مع ان انا ما نحبش يعني التطرق للـ للـ للاعمال اللي اصبحت علامه او سمه من سمات تاريخنا مه. ولكن بما اننا تكلمنا عليه فيلم رساله وقلتي انت لو كنت فيه لو كنت صححتي هالبحاجات حاجات وباي وعمر المختار طبعا حتى مع عمر المختار نصالح فيه نفس القصه والله يعني روحك بدتي ملمه بالتراث الليبي صح اي نحس روحي وليت ملمه انا انا شوية. نحب نقول حاجة... ان شاء الله نزيد نتعمق أي... انا نحب نقول حاجه صراحه نتذكر ان في الزعيمان لقيت كم الف كتاب صح احكي لي على الكتاب هذاك شو القصة. على كتاب أيه. فيه كل ازياء مناطق واقاليم ليبيا وبالحقبات الزمنيه طبعا انت تدخل على تدخل على مسلسل بال بالحجم نتاعو الكبير الكبير ايه معناتها يزمك كل حاجه تتاكد منها صحيحه ولا مش صحيحه لازم تكون صحيحه 100% ولا انا معناتها حتى حتى المتحف في ايطاليا على الاحباش وكل صح. شيء تكلمت عباد في ايطاليا ومشاو للمتحف وصوروا لي الاحباش اللي كانوا موجودين في في ليبيا بالدقه هذه اي بالدقه هذيك على خاطر خاطر زاد تغلط راهو اي الغلطه مش مسموحه مش مسموحه معناتها ويزمك ديما تقدم معناتها ما توخرش انت ديما انت يعني باسمك يعني توفى فاي الغلطه ب... فلقة فلقة تقولوا انتم طيب بس ماشي الاخطاء والله انا يعني انا متفاجئ يعني ممكن احنا كنا مرتبطين عاطفين ووجدانين ما نركزوش بس لما يكون الوضع عند المتخصص يكون يفرق لو حبيت نقول لك أعطيني أماكن الضعف في ملابس فيلم عمر المختار عمر المختار إيه آه، الملابس يسر هكا يعملوا ضعف أيه. برشا في الفترة هذيك ما كانوش يلبسوا الأبيض ذاك والقماشة ذاك القماشات الكتان كما ايه تقول انت القماش ايه اللي كله قطن وظهر يبدا حتى كان يكون محدد يبدا مكمش, يبدأ مكمش ايه فهمت ايه هذه الطبيعه الصحراويه يكون يعني مش نظيف هذيك هي يعني الحاجه الاولى معناتها هما خدموا بالحاجات اللي موجودين معناتها جابوهم جدد في الفتره هذيك الكوليت واقفين ايه محددين انت <applause> <applause> شفتنا في في الزعيمين معناتها كيفاش خدمنا البدله العربيه على الطريقه القديمه, القديمة. في الفتره هذيك، طيب لو جينا لفيلم حرب النجوم شفتيه؟ ستار <applause> وورز <applause> <applause> اللي داروا في مطماطه هو انا خدمت يعني فيه الثاني والثالث والله خدمتي فيه كملبسه صراحه يعني <applause> عامل اللي هو اه اوكي كأ... <applause> اي ما انا وقتها مزلت ما وليتش مصممه انسجام <applause> <applause> كانت شنو ملاحظاتك على العمل؟ حاجه عالميه حاجه عالميه معناتها من وش خاص كان يولي عندنا الامكانيات ون مع ما جورج لوكاسي يحوس قدامنا معناتها ايه. كلمنا و... كان راهو عنده شعبيه كبيره يعني في الـ بالحق لدرجة ان كل شيء كان ستار ايه. وورز انا نذكر يعني في صغري حتى البرغانات كانوا ستار هو وورز هو موجود كل شيء ايه. ستار اي ايه. شيء شفتها شفتها في مطمطه الديكور تعرف موجود تعرف الديكور ما شكون عمله ايه. اللي هو خدم زنقه الريح طيب طيب جلولي طيب جلولي, آه طيب جلولي. آه 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 جلولي. طيب جلولي نعرفه كويس آه فهذا ريفرنس يعني, يعني يعتبر حتى في حياة المهنيه هو آه انا بنت خالتي نتذكر آه كانت كانت يعني مستغربه جدا كانت تحب ستار وورز يعني مم. عندها جميع الفيجرز وهيك كانت مستغربه جدا انه هو مصور في تونس يعني حسب اعتقادها انه هو مصور, مصور في شي. اوروبا بقى. يعني مستحيل يكون انه هو الديكور اي طبعا ايوه معناتها كي تدخل الديكور <applause> تقول هذاك هذاك اللي شفناه بك الطريقه هذيك انت مشيت سليمان للديكور؟ لا لا مشيت لي مطمط مطمط بس ما بس انت كان تشوف الديكور, الديكور وتشوف ستار وورز يعني كيف انخدم ايه. ديكور بسيط بسيط بسيط, بسيط, بسيط دي لدرجه ديكور 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 يعني مستحيل حتى حتى في هذا طلع على المسلسل حتى راقيه يعني حتى حتى مسلسل المصري الأخير اللي داروه في تونس اللي صوروا في بن عروس ممالك النار ممالك حتى اللي هما ايه بسيط زرتها يعني أبسط من البساطة بس الكاميرا والإخراج وزوايا التصوير وزوايا آه يعني. طبعا كله يلعبوا عليه كله يعني المكياج وملابس و... اي 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 يعني هو عمل متكامل من جميع النواحي صحيح. ما. بس ما مجموعة جوائز تحصلت عليها كثيرة وهلبة يعني في عدد من الجوائز جائزة أفضل ملابس في الدورة الثانية لمهرجان الفيلم التونسي وجائزة أفضل ملابس في مهرجان المسرح العربي للطفل بالأردن وغيرها من الجوائز الثانية أه, نتوقع أن ما زال فيه جوائز ثانيه ونتوقع إن خاصه السنه هذه عندك زوج اعمال في ليبيا يعني نتوقع انه يكون في جوائز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء, <applause> شاء الله يعجبوهم المسلسلات ونكونوا في المستوى بسمه أم شنو مسلسل غصقي يتحدث عليه حقبه جديده يعني توى يعني في فتره وجيزه يعني وحقبه حقبه مختلفه باشخاصها كل اللي اللي هم تنظيم داعش تنظيم يعني تنظيم داعش الدول الاسلاميه شنو نخليهم يكملوا يتفرجوا في المسلسل <applause> وبعدين بعدين احكيوا <applause> عليه خطر المسلسل ياسر معناتها نقول يرحم الشهداء ساعة الكل هاي. وربي هل يصبر والديهم ايه. والله لا يرحمهم ايه. في هالشهر اه بس ما نطلع شوية من من غسق هل حققتي طموحك في في تصميم الازياء وشن شن, شن ربحتي شن اللي كسبتيه؟ ساعة حب الناس ليا برغم اننا عصبيه في شويه يعني. في على قلبي طيب <applause> طبعا انت عصبيه بس عصبيه طول الوقت تبكي انت عصبيه وحساسه لانك يعني تسعي دائما الى الافضل تحبي يعني النجاح, يعني النجاح تحبي مثلا حاجات ده. كم ده. كم بيرفكت يعني محضره حاجه والمخرج كبيرة. يقول لي مثلا لا لا خليها مش لازم معناتها احكي لنا كواليس نبو نبو قصص واقعيه واني ش... واني بنقول صح ولا لا نبو قصص ضروري لا لا نبو قصص من الكواليس طبعا بس ما زيتها وتخش وتطلع تطلع تطلع من الدرج لا تطلع بعدين تجينا ما شاء الله منحبش وقت ندخل نلقى الدنيا مش منظمه هذه <applause> حاجه ما ما نسمحش بها بالكل هذه اول حاجه ثاني حاجه نحب ترتيب الملابس بالالوان يعني نمشي من الابيض جدا يعني حدكش للاسود آه، الليو... مثلا اليوم باش نكملوا معناتها قبل ما يوفى التصوير نتاع اليوم اعمل الجدول بتاع بكره لازم يكون حاضر فمش هذايا الروح قبل ما تكمل التصوير يكون الجدول حاضر يعني تام إيه؟ باش وقت يدخل الممثل يلقى معناتها تمد له انت على حسب المشهد اللي باش نصوره يصوره تمدلو تمد له إيه؟ حوايجه ما مم. نقعدش نلوج انا فين فين حطيت الاكسسوار ولا فين خبيت ولا ولا فين معناتها ما نسمحش بها حتى المساعدين تا يعرفوها هالحكايه هذيك تعودوا عليك تع... المساعدين اكيد <applause> طبعا عندها <applause> مشكله تانية هي تواجه فيها طبعا احنا في الملابس التقليديه الليبيه وانا الالوان تكون كلها زي بعضها بالنسبه للنساء بس ما مش متقبل الموضوع كيف تلبسوا مثلا وردي, كلك وردي ايه من ايه من ايه ايه كل وردي من من ليه ايه تستمال ايه راسك ايه <applause> ما يمدجيش إيه الالوان ولا كيف ننسقهم على حسب مثلا أيه الملابس تبدا تدير أيه؟ في كسره لون هي مش متقبله الموضوع كل يعني كيف تلبس ايه خاطر ما تجيش كله نفس اللون <applause> عليه خ... ما عجبكم الزنقة الريحه لا والله لا والله جميل جميل ما حلو ما ما جميلة حلوة ما كسرنا الالوان صح حلوه جاو حلو. جاوا حلوين ولا ليه أيه؟ وعلى حسب البشره نتاع الممثله اه حتى البشره طبعا يعني طبعا ما تجيش انت ممثله هي تكون سمراء تلبسها قهوي مثلا اي والله فهمت معناتها لازمك تعطيها اللون هم. اللي هو باش يخرجها حلوه, حلوة مع الاضاءه أيه؟ وزمك تشوف الديكور شنو هو ما تجيش تلبس لها مثلا لبسه نفس اللون هو وال والبشره نتاعها صح ابار البشره حتى الديكور اللي باش تقعد عليه اللوكيشن باش أيه؟ تقعد عليه تقعد هي وياه فرد لونه اي معقوله قولي لي معقول اخضر واحد لابس بالاخضر <applause> مثلا الوان كويسه اليوم احلى <applause> 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 اوكي انت احلى طيب بس ما خلينا نرجع لرمضان شويه بما اننا في الايام المباركه هذه آه كيف تستقبلي رمضان وش البروتوكول اللي ديري فيه واجواءك نستقبل رمضان ان شاء الله مبروك سعيد على الامه العربيه كلها <applause> ونستقبلوا بكل حب يعني شنو التجهيزات اللي تديريها خاصه برمضان ما تكونيش تديري فيها في الايام العاديه مثلا عادي عادي الحقيقة عادي, عادي ما عنديش حاجه الا المباركات ممكن ونمشي للعيله وكذا الحاجات ولا. ما عنديش مانيش ملهوفه ما معناتها طقوس معينه اي طقوس معينه ناكل اللي كتب من ربي وكيما العباد الكل معناتها خطرها على الماكله شنو تتوقع اليوم نطيبوا لك في السحور؟ ما آه نعرفش انا والله برشا حاجات <applause> طيب خلاص اوكي احنا ان شاء الله مستمرين معاكم وخلوكم معنا بعد الفاصل نرجعوا لضيفتنا مصممه الازياء بسمه الدوادي واكيد موتين لها سحور جنين يليق بها وبمقامها واكيد يليق بالكوجينه الليبيه خلوكم على تي WTV شوية ونرجع لكم وأكيد في كوجينتنا بكم مشاهدينا من جديد وما زال ما مازل... زلنا معاكم في سحوركم علينا ما تبدلوش المحطه اقعدوا معنا ومعنا ضيفتنا بسمه الدوادي اهلا وسهلا بك يا بسمه في كوجينا مرحبتين نموت بالجوع شن تتوقعي دايرين لنا سليمان سحور اليوم اول حاجه بسيسة سويت تفضلي واو شخت بالحلو اليوم بس هذه هذه مطوره طبعا تفضلي انا خلاص زعما مش تعملنا بازين <applause> مش عليه عليك تعملنا بازين <بزينة. تصفيق> <applause> بازين ونديروا لك بازين ليش ما نديرولكش لك حبيبي تحبي البازين من عند سليمان طبعا عرفتي كيف تاكليه بال بال يا عرفت تعمل هكا هكا طبعا اليوم بسمه <تصفيق> وتكوري <تصفيق> وتحطي في المرقه <مدي> ولا ودي وليت ليبيا تتفصل لقب نتاعي موجود في ليبيا صح اي دونك معناتها مت انا مقسومه ما بين تونس وليبيا مم. عندك اصول يعني أي. <applause> فما منطقه كامله نتاع الزواوده في ليبيا في ليبيا وين ما ناس ما بالضبط فينا ما موجوده سليمان تعرف الزواوده وين موجودين في ليبيا؟ من هما؟ الزويدة لقب زواجي والله أعتقد في المنطقة الوسط ممكن في منطقة الوسط أو المنطقة المحادية أو المنطقة الغربية المحادية لتونس ممكن غربية. مش نمشي نشوف بناية عمي أنا <applause> خلاص مرحبتين بك نجيبوك في عندي ما نقول لك الليبي النسخة <applause> الليبية <applause> 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 طبعا اليوم وجبتنا بسمة حنديروا لك شربة ليبية اه اللي هي حطينا توا صبينا زيت الزيتون وحطينا البصل والحم الحم. حم وطني اللي هو حم خروف احنا نقولوا له الحم الوطني، حنخلوهم يتقلوا شويه شويه وبعدين عندنا باقي المكونات عندنا بزار فلفل احمر طماطم حكه وملح وعندنا التتبيله الاخيره نعناع يابس شايح فلفل اخضر دواير حمص آه طيب طبعا مش منقع لانه لو منقع نحطوه من الاول وكشيك سمن وشويه قرفه هذه اضافه مني انا القرفه في ناس تدير فيها وفي ناس لا بعدين آه شربة لسان العصفور المعتادة لي هذه يعني نحطوها هي شربة في الاخير. ليبيا هي الليبيه ديما تجيب لسان العصفور. ايه طبعا آه لا تجي حتى بالدشيشه. لا تجيب دشيشه آه بس هي المتعارف عليها ديما بلسان آه العصفور ويحبوها آه بلسان العصفور. ايه كليتي الشربة قبل الليبيه؟ لا ممكن الشرب الليبيه هي شرب الليبيه اقوى شويه من من الشربه التونسيه يعني بس فيها خصوصيه يعني, يعني فيها طبعا هي احنا ضروري تكون مدهنه وواقفة على الدهنه على لكن عريق. انا اليوم من عارف طبعك وكذا وانك انت فدرت لك ناقصه دهنك قصه يعني حتى كان ما كليتش نروح ايوه تكون حساء يعني كمه. تكون حساء مش شوربه يعني حساء زي الخاتر يعني حنديره لك لان هي الشربه الليبيه عباره عن طبقه دهان ولازم لها طريقه في الاكل يعني لازم نحركه بحيث ندمجه ما بين الدهان اللي 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 وما بين الصوص آه. عرفتي العصفور مع الصلصه شميتي اي سليمان <تصفيق> <تصفيق> بس ما علاقتك بالمطبخ ويعني هل انت طبخه ماهره طيبة مثلا التونسي تمزجي بالاكل الثاني بما انك انت ديما في سفر مثلا لما مشيت لتركيا تعلمتي حاجات مثلا من تركيا حاجات ليبيه والله ديما مركزه على المطبخ التونسي لا انا نخلط على حسب شنو اللي عندي في الثلاجه اه ثنا نروح عجبتني السياسه نتاعك والله العظيم نحل ثلاجتي نشوف شنو اللي فما شنو عندك إيه. مم. تك 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 الجود بالموجود الجود بالموجود, بالموجود. سليمان انت ذقت ماكلتي اي ماكلتك بنينه بصراحه الله ما انت تا... عندي ما عندك نفس نقولوا نحن فوالا من طيبش ديما اما وقت طيب نطيب نطيب طبعا حندير لك حاجه ثانيه ما ديما يعني تاكلي برا تفضلي والا وقلت... اكلات سريعه اللي... يعني العمل نتاعنا ما يخليكش ما يخليكش مرتاحه وطيب تخدم و... يعني تخدم 12 ساعه في, ال... في النهار دونك وقت باش تروح الطيب ديما تحبي حاجه جاهزه <applause> على تروح إيه؟ لا سا... والله سا... سا... انا ساعات نبدا مروحه نوقف على مطعم نهزم الواحد خاطر ما عادش عندك مفسر راك تعيش تعيش الشخصيات ترقد بهم تقوم بهم وال... والنهار في دقيقه ما يتعدى معناتها كان خرجت الظلام تروح الظلام تروح الظلام صح صح معناتها ماهوش المتفرجين يتفرجوا في مسلسل وبعديك يبداوا ينقدوا ينقضوا ايه ما يعرفوش كل منا هذا مذا بيكم تتفرجوا كيفاش احنا نخدموا باش بش باش نخليوكم انتوما متمتعين وقاعدين على في المربوعه نتاعكم تتفرجوا في مسلسل وتنقدوا فينا ما سهلش انقدونا اما خفوا علينا شويه خفوا علينا شويه <applause> لا في تعب المجال بتاعنا فعلا يعني حتى انا يعني لما نشتغل ساعات طويله ما نلقاش الوقت اني انا نطيب أي. او ندير اي شيء نحب حاجه جاهزه والله شنو عندي زي ما كل شيء امي ربي فضلها لي نلقى كل شيء جاهز انا نحب نطيب معناتها نجم نقد روحي مم. والاكل الليبي انت ذقتي كم مره الاكل الليبي شن اللي عجبك أه. اهم ما يميز المطبخ الليبي الرشده عجبتني البرمه ولا الكسكاس؟ الكسكاس الكسكاس آه. عجبتني البازين البازين آه. بالدقيق انت عملته بدقيق الشعير ايه بدقيق الشعير آه زاد بنين برشا آه. تعرفي مش اي حد يتقبل البازين توا مثلا اصدقائنا العرب ديما يقولوا نحبوا كل شيء الا البازين انه هو ما نعرفوش كيف ناكلوه ونحسوه دسم مسالش أه حتى كان ما ينجموش ياكلوه بيديهم ياكلوه بالكشيك أه ياكلوه بالكشيك هكا ولا ياكلوا فيه بالكشك انا تعلمت حتى العصيده في, في, في المسلسلات كيفاش ياكلوه ايه معناتها ب... انا عندي ف... ما تجتني الفرصه باش نريد كيفاش ياكلوه وتعلمتوا حتى احنا لو في الجنوب نتاعنا هيك يأكل العصيده هيك حتى البازين حتى البازين يديروا فيه وياكلوه بيديهم راه بنفس الطريقه ماناش بعاد على بعضنا لو في التقاليد الجنوب كيف كيف الجنوب الكل نتاعنا ياكل حتى البازين يديروا فيه هم اي اعتقد في مدنين حتى في نتذكر يعني مدين آي. مدين وتطاوين تعرف يا سليمان يديروا فيه البنزين زينا بالضبط زينا عارف آه آه اصلا هو آه. في السوق في تونس تلقى مكتوب على الباكو بنزين يعني نفس العادات ونفس طريقه الاكل صح ماناش بعد على بعضنا شنو طبعا عليك. حندير لك بوريك بوريك. آه الله اليوم تعرف اشتهيت أيه. البوريك اليوم وهذه الخلطة خاصة طبعا هي خلطة اختراعي يعني <applause> <أنا> خلطة <applause> البطاطا آه خلطة خاصة بي أنا بطاطا <applause> مطبوخة <applause> آه هريسة شوية صح؟ <applause> آه هريسة عربية <applause> آه لا طن طن <applause> آه معدنوس وزيتون مبشور شوية كمون حوت لأنها بالطن ومعدنوس وشوية أعشاب ريفية وفي في الاسود شويه وملح طبعا وبعدين بنحطه عليهم الدحيه الدحيه <applause> بتخلطها مش حتخلطها حت لا 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 فسط الدحيه, الدحية مم. من فوق مم. اليوم اكلت شبريك <applause> كاوب اه نحبها نحبها لونها دهدي <applause> طبعا آه هذا تو كلام بصراحه تقولي فيه يعني بكر فيك تتوقعي يعني شفره إنه... اصبح شف معتمد توا خاصة بعد برنامج هذا ما عادش نلقوا فيه فضاء توا هو من قبل ما شاء الله ثقة بالنفس عندي هكا مشروع <applause> شنو هو مشروع؟, مشروع, إن كو إن العم جي. أه؟ إن مشروع؟ ان شاء الله بتختم ان شاء الله العام الجاي اه؟ شنو المشروع؟ مشروع سليمان؟ اي نحب نعمل برنامج طبخ آه منتجه كمنتجه يعني بس اي تجيبيني هنا قدمه اي على فكره <applause> فرح حسيت <applause> حتسيبنا ولا كيف سليمان؟ حت اه حتسيبنا بكشي نجيو نعملوا لهنا والله هكا ولا لي؟ بالنسبة لا؟ لا قصدي تو في البرنامج حيسيبني لا مش, حي مش تو قلت للعام بعد البرنامج العام المقبل ان شاء الله تو آه كفاي حصل ما في الصدور ايه ان شاء الله ربي يسخر الحال وربي يوفقك بس ما تستاهلي كل خير يعيشك طبعا انا توا هذه كملتها الشربه توا نخلوها تغلي غليه واحده تبيلها مش تطيب توا في ساعه في ساعه تطيب لان الحم صغير 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 حم صغير هاي. و ترى الحم ظهر صغير اي طبعا مم. الحم مم. خروف صغير ايه وفي ساعه في ساعه يعني ما تعطلش غلوه واحده وبعدين نطفوا عليها طبعا ما نصبوش الحبوب الا وقت بنقدموها لان الحبوب في ساعه ما يطيبوا ما ياخذوش وقت يعني اللي هم هذو ال... الشربه اللي هي الشربه ايه وتوا نوتوا آه، كيف عشتي رمضان الكورونا السنه اللي فاتت والسنه هذه يعني شن مؤلم. شن ايه مؤلم معناتها ل... نتصور للناس الكل مؤلم معناتها ما مت... تنجمش تخرج ما مت... قاعده محصوره في في اربع حيتان حتى كنت تكون في قصر لا رمضان شنو اختلف يعني رمضان على السنوات طيب اللي طيب اكثر والميك الكوجينا هي اللي ربحت في الحكايه الكل هي اللي اخذت الوقت أي. كله العبيد الكل اللي وتخميل الدار كويس اكتشفت اكتشفتي تخ... اكتشفتي حوشك من اول وجديد صحيح تخميل الدار من سيسها الراسة كل يوم تعمل حاجة باش ما تقلقش معنا وليت الفارحة يوم الجورة يوم الكورونا وكيف تديري <applause> حوشك كل اكسسوار وكل انتيكات وكذا تخميلها صعب بصراحه تنظيفها صعب هو اي بشوي بشوي, بشوي. اليوم تعمل مثلا تعمل غرفه النوم غدوه تعمل الغرفه اللي بجنبها غدوه ايه. تعمل الصالون بعدي تدور على الاكسسوارات تتنظف تضيعي في الوقت يعني تضيعي في الوقت شوي هذه هذه في زمن الكورونا يعني فيها ايه. انا نعتبر فيها ايجابيات هي فيها سلبيات الانسان واشت... كده مش مستانس بالحسره كي يقوم صباح يلقى روحه حتى يبو ما ما, ما غيرهاش هو مازال بالبيجامه وقاعد يدور هاو مشرب قهوه هاو قعد هاو قد مغاديك هاو عمل انت ديري اجواء روحك ابدي بالبيجامه بعدين امشي بدي أدبشك، ديري شويه مكياج نفس وت... الديكور باهي ما <applause> معناتها بعدين تغيرت والديكور ما هو نفسه دونك عندنا نقعد <applause> هكا هو الركور هو الراكور هو نفسه بك... طيب بس ما في رمضان تحبي تعزمي تحبي تتعزمي اي نحب أي. نعزم والله اي حطينا وحدي ماذا بيش كون يجي بحدايا انا نجيب بحداك كيف عزمينا عزمينا <applause> بس وقتاش تحبوا تجيبوا؟ معناها بالنسبه لي انا والله ما عندي مشكله بس السنه اللي فاتت اول ما ناديتيني طول جاتك لبيتني بس ما نادت هون لبيت النيدة مرحبا بكم عايشك باهي ليش في رمضان تفضلي انك انت تكوني بروحك مش مع امك مثلا لا مع امي مع امك ولا بحذا صديقتي زينب زايده نمشي بحذاها زينب أه عياشي؟ لا زينب فرحات زينب فرحات نعرفها زينب العياشي اشتغلت معاها يعني مده ذكريات حلوه ممكن نمشي بحذا اصدقائي واما نحب شكون يجي بحذايا انت تحب يعني معناتها الدار تتولي فيها هكا دوشه وبهجه <applause> وحس و وشن وشن أكثر الأكلات اللي تشتهيها في رمضان وتقولي هذه لازم الطبق هذا لازم يكون موجود في خلال 30 يوم على السبت 30 عصف. يوم على نقلق ايه؟ أنا مرة عندي باي يا سيدي 12 يوم لولاد سلطة البلانكيت اه سلطة البلانكيت اللي هي بالخبز وقبال على الباجيت, الباجيت ايه؟ ومحطوطة في ال... نحبها ونحب شوربة الشعير شربة الشعير، حلوة شربة الشعير، حلوه شربه الشعير بصراحه. مم. طيب وبالنسبه لي. للحلويات في رمضان؟ لا ما مش من عشاقها لا مش من عشاق الحلويات انا. نحب المالح أكثر. المال نحب المالح أكثر، وماذا بيا حتى كان نحب حلويات، نحب عصيت الزقوقه. ايه. ولا البوزه بتاعنا ديريها البوزه, البوزة يعني الله محلاها البوزه البوزة اللي, البوزه اللي تبدا كل الكريمه هي, كريمة هي. ايه. وتبدا تشد الفصدق مش, مش حلبي. حلبي. لا مش محلبي. لا مش محلبيه مش لا مش محلبيه بتاعنا. ماشي كيفاش نقول فيها قص فيها الماده الاساسيه في التكوين شنو هي البوزه هي تتقد بال تنجم اه بزجوجو. بزجوجو. اما تكون جاريه مشكلة عصيده بس ما فيهاش تكون... طعمه الزغوبو البوزه فما بدي يقدوها كيكة، وفما يقدوها بالكريمه نشاء وعظم آه يشدوا الفزدق الفصدق

كاس حليب ما نحبش نسمع معقوله كاس حليب كاس حليب هذا كاس حليب نحن بعد الاكل كل نمس حليب اليوم عشاء اليوم عشاء هذا عشاء اخر اه اوكي هيك تمام هذا عشاء اخر ما تعشيتش بالقدا انا بالعادي خاطر نعرف ماكلتك بنينا جاي للصحور مرحبتين بك بس الله يخليك بس البوريك انا متاكد انه حيعجبك اعطيني الفرق ما طبعا احنا للامانه هذا مش بوريك ليبي يعني هذه خلطه انا خلطه سليمانيه هذه تمام اعطينا الخلطه البوريك التونسيه التقليدية. نحن التقليديه معدنوس بصل اخضر اي, أي. أي. بصل ومعدنوس وطن, مع وطن. وع... ودحية وتنجم تحط زيادة البطاطا يعني. المصموطة و... م. معناها قريبة من جاز. الطريقة أنت التونسية أنت قريبة أنت وليت على الطريقة التونسية قريبة نحن نكملوا بعضنا وعليش نقولوا احنا بلد واحد مزبوط. مزبوط. ما فيش فرق ما فيش فرق وزمنا انت تقدمك لتونسية ولا لكن والله للامانه ايه. والله للامانه اختراع يعني يعني نحاول ديما ناخذ المكون الاساسي من المطبخ الليبي ونزيد عليه اضافات عرفتي وتنجب زدت قدها بالكروفيت الكروفيت؟ بال الكروفيت اللي هي جامبري اي بالجمبري جبينه درناها عملناها رائعه بصراحه شكون كون قديتها والله نسيت في اما حلقه لكن عملناها بوريك بالجمبري ريتش كيفاش هاو كاريت تجيها ابسط غيرين طول كيف كيف ما ما مش كيما الكروفيت كيما التون سامحني بس ما انت بحكم عملك يعني انتقلتي لبلدان ثانيه وعشتي في بلدان ثانيه كيف عمرك قضيتي رمضان برا تونس؟ اي امتى؟ والله ما نعرفش فانا سنه ما قضيت رمضان وكيف عشتي الاجواء برا تونس وشنو الفرق بين رمضان برا وفي تونس؟ انا عشت في باريس وطويل برشا ما يجيش اقل فتره كيف من موت وين هذا؟ في فرنسا طويل اظن الساعه 10 اي حاجه كيف هكاك أي, اي زي بريطانيا بخر برشا بلتانيا 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 الدنيا مش ضاويه برشا ما اما ياسر مخر 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 تردي وتنوضي وتبدا كل شيء تطلب شقي المناسبه اللي كانت مخليتك مسافره في رمضان وفي فرنسا؟ وقت شغل اه اوكي الشغل كنت نقرا آه تحسي طبعا. ان رمضان مرتبط بالمكان يعني تحسيتي به يعني في فرنسا التفاح نتاعو ينجم ايه؟ يكون كان في كان في بلادك صح سبحان الله صح معناتها حتى والله يعني معناتها قضيت انا في رمضان في بلدان أخرى عربية أما بقي تحس روحك بغربة مش في تقاليد الريحة الريحة اي الريحة هذيك السنة اللي تطلع من حياشنا في رمضان هذيك مميزة بصراحة والله حتى في الشارع وحتى اي المحلات اي 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 وحتى الناس وحتى اللي تشري منها وحتى اللي سبحان الله الكوشة يعني في حاجات واجد بس باريس اه أنا نشوف فيها يعني مشيت كم مرة نحس فيها تونس ثانيه، يعني فيها الكوش التونسيه، فيها ال فيها عائلة التونسيه، في... يديروا في كل شيء، يعني ما كانش عندك اصحاب توانسه مثلا. ما تلقاش روحك، ما تلقاش روحك ما متعدية، عاي عايشة حشريتك، عايشة هي طيبة، فهمت كيف، تلقى روحك معناتها ممكن ريح في الأحياء اللي خ... اللي فيها العرب أكثر، إي بس بتايتك. يعني بس مش وأنا ما كنتش في موقع فيه برشا م. برشا عرب معناتها باش نجم نشم ريحة رمضان مع ايه كنت مع الفرنسيس اي كنت مع الفرنسيس بس ما هيا بنديروا اختبار الكوجينة اي وتوا بنسألك حاجات باللهجة الليبية هي موجودة في الكوجينة اي وانتي بتقولي لي عرفتيها ولا لا وشن معناها بي? تمام وانا بن بنساوي بندير البوريك في الوقت اللي انا ندير في البوريك تمام 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 اوكي باهي شنو الكلمة الأولى؟ باهي خليني نفكر أعطوني فرصة آه، طنجرة طنجرة هاي الطنجرة هي نفسها يقولوا <applause> طنجرة <هي> نفسها. <applause> حتى هما <نفسها. تصفيق> طنجرة هي نفسها ما هو المشكلة ما عادش مش مكونات هلبة في التوا الصينية باهي استنى المكياطة المكياطة هي لا مش المكياطه مش ال الم... شو المكياطه المعلقه نعطيك... الـ لا لا نعطيها مرصة. لك في جمله بتغشش اليوم شربت مكياطه على الصبح عدلت لي راسي قهوه ب برافو بس نوع معين من القهوه نوع معين. العاديه يعني. يعني اللي نقول نص نص نحن يعني آه. زي الاكسبريس عندكم يعني آه. باهي شن ثاني بنعطوها حاجه ثانيه نعطوها مثلا طاسه طاسة هي الكاس الشاي كاس الشاي برافو عليك حتى الطاسه مش غير كاس الشاي حتى لا لا حتى العصير مثلا طاسه عصير, عصير زي هذيك نقولوا نحن <applause> طاسه مياه لا هذه يعني حاجات سهله لان هي حتى من خلال المسلسلات <applause> تعرف <applause> تعرفهم تعرفهم حتى من الكواليس تعرفهم يعني أه؟ دي بكشي امازيغيه هذه لا لا, لا ايطاليه لا لا, لا ايطاليه الحاجات هذينا كلهم ايطاليه مرشابات موجوده في الشارع خلينا نقول هي... <applause> لا, 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 لا <applause> <جملة اليوم الصيارة تصفيق> انا والله اليوم قاع على المرشبات دي لبيه عليا اللي انطح عليا بلوكا السياره تواني اني في البحر على المرشبات دي مش في المرشبه معناتها اه برافو عليك صح هي <applause> بالضبط برسيان شت... برسيان هو الـ... الشباك, الشباك اللي إيه. احنا بدنا نقولوا برسي ايوة السيارة. تمام باهي باهي مطارده مطارده ما نعرفهاش انا هذه كلمة هذيك لا لله. انا من الشرق ليبيا يعني في حاجات ما نعرفهمش راهو في حاجات حاجه طرابلسيه قريبه مطاردة. قريبه لتونس باهي كان كانشيلو كان شالو هي, هي لا لا كاشيك اسمع اسمعي هذه حاجه ما لهاش علاقه بالمطبخ راهو كانشيلو آه، يقولك يقول لك عليه يا بنفتح نفتح باش ندخل السياره لقيت الباب مسكر الواحد القراج الجراج نتاع لا 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 مش الجراج لا الكنشيلو مش الجراج الجراج جراج نقولوا جراج لا باب باب المخزن نتاع السياره لا هذاك اسمه جراج قلت لك انا جيت بنفتح الكنشيلو لقيت المفتاح ما هناكش ولا لقيت الباب الصغير مسكر كاشيلو هاي الكوبا لا 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 كانشالو الباب الكبير مش الباب المدخل الفرد اي انا قلت لك الباب هكاك هذاك وكله لا كانشالو كانشالو الباب الحديد الكبير اللي تحل على زوز ايوه اللي تحل عليه زوز ايوه الباب هو باب انت خيرك عايشه دور ان المسابقه ليك فش ليك لا كانشالو لان بنقول لك حاجه يا سليمان راهو كانشالو يقولوا فيها في طرابلس فقط راهو نحن ما نقولوش فيها في الاقليم الغرب كله يقولوا أيه. فيه. بس نحن يعني فيها بس نحنا ما نقولوش فيها بس انا بحكم يعني شوية بحكم اني انا عشت. أنا... يعني في طرابلس انا افهم الحاجات هذه يعني حاجة ايطاليه ولا تركية هاي ديري لنا انت نعكس الايه حاجة كوجينا لا اي حاجة اي حاجة بالتونسي واحنا نعطوك ونشوفوا من الفريق الفائز آه في نفسي. الاعداد منيا ومنال هم يقولوا لنا من اللي فائز بدون اي تحيز لفريقنا احنا باعتبار حطيت القلايه حطيت القلايه يعني. اي غتقولوا قلايه زاد نفسنا ما نقولوش قلايه قلايه هي طاوة طاوة نحن نقولوا قلايه انت هاك تعرفها لا ما هو قلايه نظبطها بالمعنى يعني قلايه يعني هاكا نحن نقولوا طاجين هذه آه. أو في في مناطق في في المنطقة الغربية يقولوا طاجين برضو يعني، الزوز صح حيعطينا حاجة ثانية. حاجة أعطينا حاجة صعبة. حتى الكوجينة من الكوجينا معناتها مش في آه. الكوجينا لا, لا لا حتى في الحياه يعني عادي او من شغلك او من ما من المدينه اللي انت منها او نكلمو نكلموا باللغه الفرنسيه سلمي لا مش فرنسا عادة لغه اخرى آه. مره واحده <applause> باهي مثلا هيدي قولي لنا بالفرنساوي خلينا بالفرنساوي آه هاي. هاي. احنا نفهم شوي بالعشرة ايه نحب نعمل آه فيلم فيه برشا برشا شنو؟ برشا اكسسوارات. ايه. ايه. امازيغيه. ايه. با. توين اه... يعني الفرنساوي. توين هالمسابقه وينها؟ ولا هذه قصه حقيقيه اصلا؟ قصه حقيقيه. <تصفيق> فهميني شو فيه بالضبط يعرف الكلام الكل التونسي راهو مش كيف طبعا ما نخلوكم تقرمونا بيقولي لنا مثلا شكرا على حسن الاستقبال والضيافه بالفرنساوي ولا حاجه اخرى فاجئينا باش نحن نعرفوا المعنى باش نعرفوا ديرينا لنا تيست نحن بالفرنساوي قاعدين نفهموا لا إيش خليني نقول لكم بالتونسي باش المتفرجين بتاعنا الكل يفهموا لا نحن تيست لي انا وسليمان هذا باهي خلاص كل حاجه كلمه تونسيه باكل كلمة تنسية... لا والله نفهم انا راه اه لا نعرف اللي تفهم لا انا نعرف اللي ذا قولي لنا حاجة تونسية حاجة تونسية حاجة تونسية قديمة مثلا ما يستعملوش فيها توا يعني نحن مش حنعرفوها تبينا شوية هيك نفكروا فيها لقد إني بدأت نقلي في البوريكا ما يجيش دوغيل البريك. في مش حقول سليمان وطي وطي على الطاوة شوية شوية خليها على نار هادية. معقولة. تو <applause> هذا كلام. باش تظهر <توهدك> لهم أنا باش مرة ياخذوني <applause> أنا كطباخة لا أصلاً أنا مستحيل يبدلوني. <applause> جاي ناخذ لك. الملابس خذ الملابس. رايبه ولا طايبه؟ مروبه. مروبه. نحن بس, ما كل بس ما علاقتك بالسوشيال ميديا بعيدا عن الازياء وال وال والشغل و... شنو دي... حت شن علاقتك حتى شيء ما عندك علاقه ابدا من حتى بعيد لمن من قريب فيسبوك انستغرام في تويتر لي ليش تو هذه السنه الثانيه ليش على خاطر الفيسبوك تحلو ما تلقى كل الم اوكي الم نعرفه طاقه سلبيه اخبار حاجة مش اللي. حلوه ولكن هي طريقه أكثر للتواصل اكثر تو... تواصل تخلي الماسنجر الماسنجر كان... ايه طريقه التواصل إيه. مع الاصحاب إيه. مع الاهل ايه مع الاصحاب نخلي مع... الماسنجر مخليته اما الفيسبوك ما عادش نحب ما عادش نحب نشوفه بيت خلي انت للتصفح مثلا مش لازم انك انت تتصفح تصفح انت من غ... لينا ما نعلقش لا ما نعلقش اما ما صور حاجات. صور الشغل تستعمليه يعني في في شنو اكثر شيء يزعجك بس ما صراحه علاش يعني هل هالكره هذا كله للسوشيال ميديا شنو اكثر شيء زاجه مش, مش كره مش كره آه. انا ما هو مسكر صفتره لا انا ما عادش حاسه نتالم <applause> سيمان والله صح صح خاطر انت انت تحل وتلقى كاين الحاجات اللي تالم حتى كاين حالة اكثر وحتى الوضع نتاع البلدان ما انت ماهوش ما هو ما هوش مستقر في حتى دونك ما عادش نحب نتوجع. بايتا تستعمل من... مثلًا تستعملي مثلا تويتر وتستعملي الانستغرام، الانستغرام يعني مجرد انك الانستغرام و... ما زلت مزل محلول الانستغرام، نشوف حاجات ون... لا مانيش مانيش ياسر السوشيال ميديا والتكنولوجيا التكنولوجيا عالم افتراضي انت يعني انا تحب تفرحني حطني على بلاتو حطني على مشروع مم. سينمائي ولا مسلسل ولا مسرحيه ليك حياتي حياتك. حياتك, حياتك, حياتك إيه؟ بالحق راني نبدا كنا كنا نبدا نحس, نحس, نحس الافتراضي فعلا انا مشيت للمسلسل وقت اللي صورناه وانا عامله عمليه على ساقي معناتها وما منعكش يعني الحاله الصحيه نتاعك انك انت تكوني موجوده في البلاتو يا ولدي انا كنت فرحانه باش نموت بالفرحه وحتى كان انا بال بالعكاز بالبيكي وكل شيء وتجاوزت كل شيء ايه ونسيت الالم نسيت الالم بالحق صح. انا معناتها كي كن... نمس قماش نحس روحي يحكي معايا ايه معناتها كل نقول لهم انا نفسي يعني ما تقدرش تت... من نجمش نعيش من غير اي تقعدي يعني في الحوش او حتى تخدمي ايه خدمه اخرى نقعد نهارين ندوخ شريه نقعد في الحوش نهارين ايه ما تتازمي ولا تتازمي ما نتازم ايه ما نعرفش انا فرحه حياتي هو العمل اي والله وكنت خليني مش 12 ساعه نحن نخدموا 12 ساعه بسمة. كنت خليني حتى 24 ساعه ما تقوليش هاي ما نقولش اي خاطر قد في حاجه السرقة. نحبها بس ما تجيب حدايا جي. هاي يعم. تعالي نذكروا بالتران ندير لك اختبار المقادير تذكري مق... تذكري <applause> بالمقادير يلا والان بسمة تذكر تذكر ب... بمقادير البوريك مقادير الشربه والشربة. يلا ترى يلا ايوه آه شوفي اه شو رايك؟ بينا شميتها بي الريحه ما انت صبيتها شاي لا مازال فيني هي حنصبها لا مازال لا مازال لا مازال مازال هلبا لا شويه مش قلت لك لازم تنصب تنصب قبل لا بننزلوها للضيف ب 10 دقائق اه صح عرفتي بس ما لما تطيبي انت وتعجبك حاجه تذوقي منها والله حتى حد بتعجبك لازم تذوقي على الملح وعلى الكورونا ما نجمش نذوق ونعاود نراجع المعرفه ليش؟ للدرجه هذه يعني, مش لازم ترجعيها لا حطيها على جنب نجم تفضلي طبعا المغرفه الكاشيك اعطيني كاشيك نعطيك كاشيك يلا هاي وحطيها والله على منديل او في حتى صينيه يعني تقدر تحطي نعطيك مغرفه صغيره الطب. تفضلي ذوقي مع اني ما نحبهاش الحركه هذه لكن <applause> انت ضيفه مش مسالش مش مشكله <applause> نحن زمان متحملي. نحن وصغار لما لما الخبز نحطو فيها الخبز خاصه صلصه المكرونه صح ايه قولي لي رايك ملح شني فلفلها المرقة آه، واقفة على ملحة واقف الله يبارك الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله سلومة <applause> خمسة وخميس خمسة وخميس بارس <applause> اللي بالقارس ولا شنية هذيك <applause> شنو دخلها هذيك سبارس اللي بالقارس ما يطيروا بها في العين هي قاعدة هي سبارس اللي بالقارس ما يقولوش لا خمسة وخميس هذيك هذيك غنية ايه أنتي شنو درتي توا انا خمسه وخميس خمسه, وخميسة. خمسة وخميسة وهي اصبارس إيه؟ واللي من حتى هي يقولوا فيها التطير على العين بالحق والله العظيم في تونس ما يقولوش فيها على على العين يلا تمام توا كملنا البوريك بتاعنا <تصفيق> شربتنا شو كي ديت زوز هكا هو هكا هو ما هو ماما كليت والله كليت شبعان هو داير كيتو يا بسمة خليك من الكلام لا لا بغض النظر لا والله لا ما خاطريش وتو مناخذ شربة نحنا شربة إن شاء الله وشنو تاني هذه تو بنحطوها في الأخير وعندنا شربة الحبوب ان شاء الله ايه؟ في البارت الثالث نصبوا شربتنا هذا درت لك لا. سلطه نتاع بدنجال آه. باش ممكن تعدي بها البوريك لو حابه يعني مم. كمقبلات. بس ما انت لما طيب الشربه يعني في حاجات توا شفتيهم في المكونات ممكن ما تستعملش فيه. ما تستعمليش فيهم شنو ما تستعمليش في في شربتك من المكونات اللي شفتيهم توا ساعات نجم قدها زعره هنا يعني الشربه هذيك اه صفراء يعني اي صفراء كلها صفراء وساعات كي نحبها مفلفله تكون حمراء يعني تكون حمراء وفما بنت تحبها حمراء برشا وفما بنت تحبها نص, نص 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 هي هي نص نص, 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 نص المعده أح... تحسيها اخف أي. اخف أي في الـ في الـ ندير اختبار مستر شيف. أيوه. ما الآن شيفه. وأنت بتقدمي في الحلقة. وبتشرحي عليه الأكلة اللي هي الشربة وعلى البوريك، يلا. الكاميرا ليك. يلا. آه اليوم طيبنا شربة شعير. شربة شعير، لا ولا لسان عصفور. لسان عصفور. لسان عصفور. عصفور يحب يغلطني باش الجماهير ما يجيوش ليانا. لسان عصفور حطينا فيها مهم. الحم الله. قبل اللحم شنو حطينا okay. الزيت أيوة. وحطينا okay. شويه فلفل زينه ايه. شويه فلفل, فلفل اكحل ملح ما حطيناش فلفل اكحل ما حطيناش فلفل اكحل اي فلفل زينه نحن نقول له, أي له. أي فلفل صح. فلفل احمر <applause> <applause> شويه هريسه okay. آه زيت زيتونه والحم علوش ريحته تقتل ماذا بيه ما نكملكمش نتعود الذوق ما تغيروش القناة خليكم <applause> على <الـ تصفيق> بعد ما دارت لكم الإغراءات الأكلية هذه كلها إن شاء الله في البارت الثالث <applause> نتذوقوا وناكلوا مع بعضنا سحورنا <applause> خلوكم معنا <applause> راجعينكم بعد شوية يلا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في سحوركم علينا ما نحكي كمش على ريحة الشربة وريحة البوريك الله أكيد تشموا فيها معايا أكيد هي وصلتهم الريحة أنا خلاص ثانكيو شكرا شبه جاهز سحورنا اليوم من الباكو نحسي <applause> لنجمتنا بسمة الدوادي بسمة <applause> عيشك <applause> شرفتينا يا بسمة صحة يا عيشك عيشك طبعا الأكل على قد المحبة علاش ما حدش رد علي يعني ما يحبني حد يعني حتى نذوقوا عاد انت قلت على قد المحبه هكا ولا ليه نذوقوا بس كان شويه قبل الـ 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 الكاميرا تتبعني؟ الكاميرا ما عادش تدورها راهو يتبعوا فيك الكاميرا خلا ما نشوف في الخروج اه مش طالع احسبوا آه قداش اللحمه حتى الزوم يا <applause> نجيب بالله عليك خوض للزوم وخوض للشرطه وخذ وخوض بعدين ما عادش نقدروا ناكلوا راه تجي على روسنا بسمه المتعارف عليه انك انت عصبيه شويه زي ما حكينا مبكري في اللوكيشن الاول في الشغل ايش اللي عصب بسمه كي تبدا حاجه ماهيش مواتيه بالقد معناتها انا نقول قدوها وعم اي حاجه معناتها مثلا غلطه في الراكور <applause> نجم يكون مغلطه في الراكور ومعناتها بها ولا حاجه قبل ما تخرج مم. نعصب تبدا حاجه ماهيش م... مساويه مزبوط مساويه بالقدا ولا الكل خارج هكا ولا ال... ربطة العنق ما هيش مساوية بالجدي وكل <applause> نعصب يعني شوف شكراً وأنتي يعني تسلمي شغلك بسهولة للي معاك المساعدين معاك لا جي ما الراقب و... لا ما ما نجمش ما نسلمش أصلاً غير المراقبة <applause> <applause> باهي لما تشوف الأخطاء هذه يعني تمشي تصلحيها أنت بيدك طبعاً نصلحها بيدي م -م -م -م. وبعد نمشي نعارك أتعارك طبعا نقول يعني على طول مثلا طبعا احنا وقت الانتاج على على العمل من ما عنديش عركه شخصيه يعني انا عركه حتى يعني من اجل انجاح آه العمل العمل كهو من ما تنجم انا نعركك تو وبعديك نقول لك اي قهوه مع بعضنا نضحك إيه. نتعدى حتى هما ساعات ما يفهمونيش كي واحد يخدم معايا زعلانه يعني او واحد أو اول مره المساعدين تاعي الكل ليهم فتره من اللي يخدموا معايا دونك يعرفوني يعرفوا المزاج نتاعي ويعرفوني وقتاش نبدا متقلقه وقتاش نبدا مثلا كي تبدا مازال في فما شخصيات مازالوا ما كملوش إيه. وما لقيت لهمش مازلت هو ت... تبدا تتعمق في الشخصيه حتى لين تلقى لها بشوي بشوية تبدا بشوي تحل أي. فيها بشوية بشوي حتى لين تحل تكتمل عندك حتى يعني عندك. تبدا كاملة. تبدا انت شخصيه بديت فيها وما كملتهاش ممكن تدوق نتقلق ممكن تدوق لان الشربه ما ينزل ما نتفرهد انا كان وقت التصوير يتم على, على اكمل وجه تكوني انت على الاقل راضيه يعني, في الصوره فعلا. تكوني راضيه على يلا بس ما تفضلي لنا شكرا شكرا قولي لي رايك بكل صراحه وتجرد أنا. واحساس أنا ومشاعر بعيد دايد الصحن شويه 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 هذه الشربة الليبية شفتيها تختلف عن الشربة التونسية تحسيها يعني حمراء أكثر حتى احنا نعمله نعطيك خبز أنا القريبة هي الحساء الأحساسي. اللون نتاعها نوع من نوع الخبز تحبيه الخبز الاسمر كيفي انا <applause> احلى سمار شكرا شكرا <applause> تبي سمار خبزه؟ <applause> لا شكرا ريجين <applause> <applause> ممنوع الخبز عندي آه. مطعم القرفه يا طبعا هي ما فيش راو في المكون الاصلي بس اضافه مني اي القرفه باهي هي حتى صحيه اي صحيه جدا طيبه بالقرفه آه اي طيب. انا والقرفه نعملها آه تي شاي اي شاي حلو اه يعني. شاي اي أي, آه أي, آه أي, آه اي لا أي يعني خاطي الشاي ما طيبش بيها زي نحن اللي طيب 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 يعني. نطيبوا بيها اي طيب هي والعود قرنفل طبعا انتم طيبوا بيها العود طبعا كل شيء طيبوا فيه أي. أي. في كل شيء ندخلوا فيه حتى في المكرونه يعني حتى في المكرونه ندخلوا فيه اي نحط فيه حتى في المكرونه يلا ننتقل الى الطبق الاخر انا أه؟ نقدر ننتقل الى البوريك لا تفضلي <تصحة> شكرا انا ما عادش قدرت حتى نتكلم ساعدوني <تصحة> شويه لطيحيها ما بش اللبز روحي ديما نلبز في روحي اه نقول لك حاجه لحظه ما هو مخطر شكرا مخطر إيه في الترتيب مخطر يلا الله محلاه الصحن بشو مفكراتك الشربة؟ نجيب بالرجدة شوف الصحن <تكزكاس> اللي احكي لي على رجدتك الكسكاس احكي لنا احكي خل... نضحك سمر شوية شو فكرتك بالرجدة؟ ذكرياتك مع الرجدة الكسكاس اللي بيع؟ وسام آه سليمان جاب آه جاب لنا في المكان التصوير رجدة رجدة كسكاس رجدة كسكاس خذيت انا طبق 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 طبق, طبق مع تمام <applause> وانا ذقت المغرفه الاولى قلت مم ما بنها طب. قلت باش ناكلها الكل عجبتني كليتها الكل وهي ما هي فيها لي دايم إيه؟ فيها السمن إيه؟ والدهان السمن إيه؟ والدهان والحمل على يعني. كله آه كبير, كبير, كبير إيه؟ وكل شيء تقلقت بعديك في فيما تعديت ليلة قلت له رد يرد بالك نهار يجيب لي رجدة أما ناقصة نقصة نقصة إيدام مشاكيك أنك أي. لا أما هي بنينا على الأخر راني لحستها الكل صحة كلها لحستها صح صحة, صحة؟ وتوى الشربة بنينة باشا, باشا باشا مش رايك واللي الشربة واللي بقاب شروح بيه راهو شنوها والله ما بشروح بيه للدار الله يبارك ما شاء الله مليانة خلي ننقي اللحمات ما دامك بتروحي بقى قبل قلت بنسهر عليها هني لا مش معقوله حتعطيها لها من غير لحم اللحمات مش معقوله مستضيفينك ومطيبين لك بديدي تروحي حتى في خيط اسالك حطها في خيط وبعدين وبعدين اسالهم هز بالخيط الكل هنيت عليها ما لقطتهم روحي كم بتروحي بها عيب اسلوبها وين انت ما شيء؟ لا والله كليت شويه شربه انا تعرف اني ديما نستنى الاوف بصراحه <applause> نخاف نلبز روحي نلبز فمي نلبز دبشي يعطيك <applause> الصحه الله يسلمك بسمه بسمه بس البوريكا شكلها زي التونسيه تونسيه صح ولا لا هاو <applause> الشكل الشكل العام لا والله لا خل... احنا في الشكل راهو هو لا نعملوا هكايا ونعملوا المثلث المثلث ايه؟ ايه؟, ايه ايه صح حتى الشباب حتى مبكر الشباب في الكنترول قالوا لي عليها المثلث لقطه مثلث حتى تخلي تويتها لا نعرف نديرها بس احنا لما نديروا بوريكه الدحيه لازم تكون كبيره هيك اه باش تشرب انت عملتها لي مروبه مروبه طبعا وستيار انا نحبها البوريك بصراحه بس ما البوريك عندك في شهر رمضان يعني طيله شهر رمضان 30 يوم ولا تنوع هو كل يوم مم. اما ما نسمحش لان مقلي يعني خاطة خاطة ولا ليسر مقلي مقلي و... و... بزيت الزيتون حتى زيت او ديري في الكوشه مرات ديري في الكوشه ديري هكا مره هكا مره نهارين ما تاكلوش ما هو في في الاكله التونسيه البريك لازم كل يوم لازم لازم انا البريك نحبه كل يوم ونحبها هيك يعني بالدحية اللي بالعظمة يعني في الوسط ونحب السوابع بس مش ديمة بس كلها مقلي نحب ما نحبش الكوشة حسيت بالجوتا جميلة النكحة. تعمل سوابع اي حلوة جينية. صح جينية. صح بالجوتا ل... ب... يعني بالريجوتا حلو آه حلوة لذيذة بصراحة الريجوتا تعطيها خفة تخزين وتخليها بعد ما تقليها تخليها على ورقه ورق آه المناديل بسمه ايه؟ باش ايه؟ بسمه في العاده في رمضان ديما نتشهوا بصراحه ونقعدوا نتخايلوا اكثر حاجات الرجال الرجال اي والله نسيب نسيب خلاص لا والله حتى احنا نطيبوا لكن كلكم واجد يعني الخبز هاني واقف انا توا ساعه في ودرت لك البندلك ودرت لك البوريك نعم. ودرت لك الشربة والله ينسى يعطيهم ألف صحة حقهم كل راجل يهدي لمرته في ليلة 27 مظبوط يهدي لها حاجة ذهب والله يديروا فيها حتى يارفو. على الذويقة هو هي يديروا فيها يقول لك على يعني في آخر رمضان يهدوا لزوجاتهم حاجة ذهب تكون في الطاسة نتاع القهوة فهو يعني كانه بيشرب قهوه ويعطيها نقولوا حق الملح وحق حق الملح حق انا الملح. <applause> آه، تحيه شكر لكل يجروها بصراحه تحية شكر لكل امراه ليبيه وقفت طيلة أيام شهر رمضان المبارك في الكوجينه من الساعة 12 الظهر للساعة 7 المغرب. المغرب باش ترضي صحيح. كل أفراد عائلتها من صغارها ومن راجلها شبانيها وعزوزتها إذا كانت ساكنة معهم بارك الله فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم وإن شاء الله يا رب تلقوه يوم غدوة قدامكم وشكراً لكم كلكم تستحقوا كل شكر وتقدير نتمنى من كل الرجالة سواء كانت أختك أو أمك أو زوجتك نتمنى أنكم أنتم تكرموهم في الشهر هذا حتى بوردة حتى بوردة يا سيدي يعني ربيع هو. قصة حتى <applause> اول زقه ولا الشارع يعني ممكن من أو <applause> مثلاً يعني في فطر حاجه يعني ايش المشكله لو مره والله داروها جروب ليبيين وعجبتني داروا جروب في الفيسبوك والولاد اليوم بيعطوا اجازه لاخواتهم وامهاتهم وهم أيه اللي بيديروا الفطور, الفطور أيه ونزلوا الصور عرفتي إيه أيه فكلهم هذاك أيه اليوم الامهات والاخوات متهنيات ومستريحات يعني أيه في الطاوله وهم يخدموا فيهم بس حلوه اللقطه يعني بس طبعا الكوجينه موليه كل غالبيه الصور الكوجينه موليه زي ما عمل الكيميا يعني متفجرات <applause> راهو بعد ما قعدوا <applause> كساعتين راهم قاموا ينظفوا في المطبخ <applause> أيوه انا بصراحه انا بطيب وخير <applause> <applause> كان راضي طيب لان هي بعدين بعدين هي حتقضي وقتها كلها في الكوجينه مسكينه يعني كل تدخل ولدها معاها للمطبخ باش يكون يعاونها في مش ت... ايه من في الصغر انت تحكي الصغر الكبيره اي يعني. على الصغر وتربى وت... يعاون صح والدته صح صح يتربى ايه... يتربى ايه ايه حتى مع... بعدين يعني لما يتزوج يتجوزي... تلقاه يعني في الكوجينه ويحضر الطاوله و... اللي اه لحظه شو سلفي الـ الـ الوجبه صور. آه يلا يلا. سلف. هيا سيلفي الوجبه دن <applause> هيا بسوم <هم> تشيز <تصفيق> <تصفيق> يلا هاي هاي رائعة رائعة <تصفيق> جدا <applause> <applause> والبوريكة خيرك ما ذقتيهاش باش تعطيني رأيك حطيها غادي قربي عليك راهو حتى السلطة حلوة راه <applause> <applause> يا ريت تدوقيها سلطة بدنجال أه تحبي تحب البذنجال؟ أه انا نقدر كل نحبها شن بيه قد قد في برشا حاجات نعمل انا مثلا سلطه سلطه مشويه نزيد عليها البتنجان صح اول حاجه فيها نكهه حلوه فيها نكهه حلوه وزيد تبذر صح تولي اكثر, أكثر, أكثر. خاطر ديما الفلفل والطماطم ما يعطيوكش كميات كبيره كبيره أيوه. كي, كي تبدا فما عندك عائله صح. تزيد في الحجم كي تزيد البتنجيل انت هيك نوعيتك تغشي في الاكل مش نغش <applause> ساعات الحمد <applause> <applause> لله اللي ما عندكش مطعم <applause> يا ودي الشاويين بركه نتاع الشاويين نتاع الفلفل تسحبوا ساهله ايش تشريه بس ما يعني تشري ديما شويه لما تشويه ديما شويه تسرق تسرق خفيفه وتزيد تبننها توا نكتشف في الجديد ناخذ بالي لانك انت تغش في الاكل مثلا شنو في شنو المشويه السهله تغش فيها بالبدنجال باش تكثر الكميه شويه لكن شنو بتغشك تغشك في شربه تغشك في بريكه تغشك في طبق رئيسي مم. مثلا تعملها بالكمون فيها شويه كمونه بنينه الحشو نتاع البوريك, البوريك. هذه الاضافه اللي يحكي عليها بكري ممكن تدوق البوريك يلا هيا تدوقي البوريك وريحيني خلي واحد يروح يقعمس مانيش مروحه يعني حتى نكمل الماكله هذه والله احلى حاجه انك كتاب بايدك عجبتيني فيها عجبتيني وقلت ما ما اه برافو عليك الله اكبر الله اكبر ضاع برستيج الاكل الكستوم والملابس قدام الميكلا <applause> ما فهمتش حتى برستيج <applause> ما فيش علاقه شضائي. تربط الازياء بالاكل <applause> لا 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 انا إنسانة انا الحوت ما ناكلوش حتى في مطعم ناكلوا بدايه الحوت والدجاج باليدين معروف أي حتى معروف عالميا, حتى لا. عالمياً. نأكلو اي الدجاج ناكلوا بال بس هو أنا عالميا انا نحبوا ناكلو بدايه نحب نحس المطعم إيه اكيد, أي أكيد. ما عندي حتى مشكله كان نبدا قاعده ما نعرفش مع شكون هو في اللي يقعد يدير في برستيج وياكل مم. فيه بالموس الخاص نتاع الحوت وهيك لكن هو حتى اللحم حلاوته انه في الاخير يتاكل حتى مطعم يعني ريسة مشوي بنين. بالبريتين طبعا فريسه عربيه اممم بنينا <applause> بنينه على الاخر شكرا جزيلا لهذا هذه لرفع المعنويات ديت هذه مش رفع مش معناتها نشكر فيك بالعاني بالحق أي. بنينه صحه صح صار متعوده تشكري بالعاني بس هي لا مشكلة لا مش كل شيء بالعاني مش كل يعني. كلمه بتقولها مسكينه <applause> بعد ما شكرتيني بعد شكرتيني بديت واقف لي صفر ريت ريت تقول انا تعرف من نشكر انت اللي هناك في الفطبه اذا ساعه كان فما حاجه اللي العبيد ما تحبش فيا اللي أيوه. جريكتن مالك يعني مش اول مره يعني كنتي معانا موجوده في كم مره آخر يا بس مرة بس ما في العيد. بصراحه مع ان ما خاطريش ناكله من بكري اخر مره في العيد بس ما اللي ما <تأكل> في المنيو؟ <في> طريقه <applause> طريقه <بلوم> نتبنن <applause> مش معقوله نحكي نقص نظام نظام نحكي انا كوني بوريكتك انت لا لا نحن كلها على الاوف مش معقوله يعني بنلبس روحي تو بالدحيح نقصد الزيوت عندنا مجموعه صور على الشاشه تو انتبهت لهم الصور لو نعاودوا الصور تفضلي ميرسي شكرا اتعدلوا فيه الصور فكت بيه بس نشوف الصور شوف المقابلتك. لو تجيك فرصه انك انت تلبسيه شن حتلبسيه وحترجعيه لاي حقبه مثلا محلي الممثل هذا ماذا بينخدم معاه تخدمي معاه عملوا مسلسل وجيبوه احلى بالحق تحبه برشا برشا ان شاء الله يجيني سيناريو فيه جورج كلوني اه <تكلم> ليش لا لكم؟ ان شاء الله. نحبه برشا كممثل يعني؟ كممثل طبعا ما ك جينيفر لوبيز جينيفر لوبيز زادا نحبها. أتمنى <تطلقت> انك انت تلبسيها في في حفلات في لا لا مش في حفلات في عمل درامي ولا مسلسل, مسلسل, مسلسل فيلم ماذا بيا معناتها نكون موجوده معاها في في فيلم <applause> وليش اخترتيها هي مثلا؟ تعجبني هذا كممثلة. كم تعجبني. طيب. هي وجورج كلوني يعجبوني. آه الممثلة الليبية الجميلة خدوجة صبري. خدوجة صبري. محلاها خدوجة صبري. ممثلة ممثلة كبيرة برشا. خدوجة صبري حمد خدمت معاها. تعرفيها معرفة شخصية. آه عرفتها في المسلسل غصب آه أول مرة نخدم معاها ممثلة محترفة. طيبه على طبيعتها على طبيعتها جميله جدا صح تتناقش معك في الشخصيه وتبدا مهتمه بالتفاصيل بال بالتفاصيل وكل شيء مجهولها التحيه نجمة مجهولة قديرة خدوجة صالح ان شاء الله مبروك يا رب شنو عندك ذكريات معها في غصب لا تنسى؟ <applause> حاجه تضحك الحزينه سامي صبري ما تعرفنيش <applause> دونك تكلمنا احنا على الواتساب نتكلموا يا نهار بعثت لي ميساج وقالت لي يا بسمه فما مشهد في المشاهد هي تمشي تحكي لي على مشهد ان شاء الله ان شاء الله تتذكر معناتها كون كما تقول انت في بالك بيه مم. حبيت نذكرك فيه على الكوستيوم هي تحكي هي تحكي مثلاً. هي تحكي مم. على الازياء انا هي. سمعت الـ سمعت كيفاش قالت لي وجعتني انا من الاول ماما تعرفك هي ممكن هي, مهتمه هيش. بس أي يعني نعرف اللي هي مهتمه أي. هي قلت لها يا رجعت لها انا مساج فوكال قلت لها أستاذة خدوجة راني السيناريو كله قريته ونعرف اللي أنت عندك مشهد وحوايجك كلهم واتين زواتي واتين كلهم <applause> واتين حسيلو وأنا كبرت بها بالحق خاطر هي ممثلة محلاها وزيد تصبح. حتى المخرج قال لي راهي ممثله قديره في ليبيا وكل طبعًا مشيت للاوتيل هزيت لها مجموعه الملابس نتاعها ما خليتهاش تجيني هي مشيت لها انا وحصلي شرف باش تعرفت عليها وحكيت معها وقالت لي سامحني راني من ما نقصدش مش... هكاك قلت لها لا ما ساليش تو معناتها ما فما حتى قصت لها الحوايج نتاعها الكل وهي كانت فرحانه ما احلاها خدوجه صبري وان شاء الله كل عام وانتي بالف خير ان شاء الله يا رب تحياتنا مبروك عليها يا ربي ان شاء الله من اللي بعده شوف الصوره الثانيه عارضة الازياء ريم السعيدي على التونسيه هذه أنا لبستها مرة في ديفيلي ما نذكرش وقتاش لما كانت في تونس ما كانت, كانت غير معروفة غير معروفة وقتنا ما زلت كي أزياء أي. عالمية نعرف شن تمانع تلبسها؟ زادة هي بيدها معتها أنا ما نحبش نلبس المود معناتها ما نحبش نلبس حاجه فاشن نتاع لا لا, لا لا لو, محب... لو ترجع يعني تلبسيها في مسلسل او في حسب الملامح الـ الـ البشره نتاعها البشره نتاعها شن شن انت شن تخيليها مثلا شن تخيلي انك انت تلبسيها لبسها فستان فستان جديد فستان, على اي, اي مرحله طيب في المرحله في المرحله, في المرحلة العشرينيه اللي انا اللي انا نحب نخدم فيه هي مرحلة المرحلة حقبة العشرينات هذه لاحظتك ركزتي عليها حتى في في الزعيمان هلبة هل انت لو تتذكري أي. هي مش العشرينات ما بعد العشرينات بس انت كنتي حتى كانوا نتذكر تتذكري لما خدمنا مشاهد اسطنبول كيف كانوا واجعينك الملابس نوضوا ما تقعمزوش <applause> على المرشبات ارجوكم هذه ابدعت فيها ثلاثة أربعة أشهر حرام والله بالحق نحسهم كأنهم الكمبارس طبعا اي طبعا آه... هم قاعد يجع... يعني انت خايفة على الأزياء كنهم ولادي صح وعبد قاعد يلعب بها كيما مكي. كيما كيما معناتها خاطر كل كل لبسه تحكي لي حكايه كيفاش لقيت قماشها كيفاش لقيت التريزة نتاعها كيفاش لقيت الموديل نتاعها كيفاش تخيلتيها كيف صحيت كيفاش الممثل ساعات انت تخدمها وساعات الممثل ما لكش لكش ما تطلعش بس حلو بس الفرق بين انك تلبسي ولد وتلبسي بنت مهما كانت مثلا ممثل فنان يغني مثلا موديل شو الفرق؟ بنت ولا ولد ايه بين الولد والمراه كيف كيف انا بالنسبه لي انا كيف كيف هي سيناريو حكايه شوف يعني ما تشوفش كيف, كيف لا قصدي اللي, اللي تحسي روحك تبدعي اكثر معاه يعني فيه شو فيه فيه خيالك تقدري تمارسيه معاه الحقيقه الحقيقه نسيق قلقه <تكلمة> خاطر كنت تبدا عندك رؤيه نحكي معناتها هني انا امراه هذه اللي نبيها انا نبيها معناتها نسيت غير متطلبين <تطلقلي> لا انا نحبش هكاك ساعات ما تفهمش روحها اللي هي عندها شخصيه فك فك العمل ديالها <تكلمة> <تكلمة> تحب تقدم <تكلمة> <جد>. صحيت تحب الايلاينر والحاجات اللي هو كان موش 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 حاجات معين مثلا باغ كونتخ الرجال يفهموا معتها تقوله و... وانتي يعني... هكاية توخر وتبدأ له بالرؤية متاع الشخصية الواحد يمن بك أمن سيء ما تكونش كان تكون ياسر حازمه معاها يزمك ما تخليهاش صاحبتك الممثله الحق خاطر كان صاحبتك تولي امان وترسلوا يكثروا إيه؟ الطلبات ويكثروا الوحدات <applause> دونك تخليها علاقه مهنيه تخليها علاقه مهنيه انا يعني انا دايوغ سيمان يعني يعرف الشخصيات ما نعيط لهمش بساميهم الحقيقيين نعيط له باسم الشخصيه باسم الشخصيه نعيط له فلان هوك هو باش يقعد ديما ديما انت حطيتي حد صحيت ايه حطيتي حد وأحسن خاطر هكا كي تكسر خلط المهنيه يعني مع الامور الشخصيه ما تنجمش ما تنجمش تنجح ما تنجمش تنجح وتضر العمل زادا وسي خاطر يولي معناتها الانسان الاخر طالب منك حاجات اللي تحب انت توفرهم له على ممثل اخر ولا لازم وبعدين طلبات لا تقف ما تقفش <applause> طبعا يعني ما تقفش هو اللي قرسين يحب الدفي من ]هم. من داخل واللي ترى شنو يبدا معناتها نصوروا مشهد صيفي في في الشتاء شنو تحبنا نعمله مم. بس ما التتويجات والجوايز اللي تقلدتيها تقلدتي بيها وتحصلتي عليها اه شنو تعني لك وهل تشوفي انها هي مسؤوليه للي جاي هي مسؤوليه وين نحبش نفكر فيهم الجوايز ايه. خاطر كي تفكر فيهم تقول انا وصلت ايه. وانا ما زلت ولا... نتعلم ايه. صح. انا لليوم نتعلم صح <applause> العمل هذا ديما الانسان الناجح يفكر هيك بالحق هي يعني نتعلم أنا ما أنا لازم نسعى ما زلت يعني ما كملتش أيه معناتها في بدايه وظهر لي لاخر لحظه في حياتي مانيش باش نكمل معناتها ديما عندك حاجات تحس افضل أفضل إيه؟ ان شاء الله ان شاء الله العمل مع اسامه رزق ممتع او متعب ممتع ومتعب في نفس, في نفس الوقت اشرحيهم لنا هي هذه اللي ربو ممتع ليه بالحق ممتع <applause> العمل نتاعو خاطر هو يعرف شنو هو اللي يحب وراك تخدم مع مخرج يعرف شنو اللي يحب يسهل لك يسهل لك انت برشا حاجات معناتها تفهم شن... انت فنا طريق ماشيه وحتى كان هكا تخرج شويه دي فما حاجة اللي حتى باش تصلحها تصلحها سهلة مش كيما تمشي في رؤية مم. أخرى اللي هي خاطر كنت يزمك تبع رؤية المخرج صح. صح. دونك أسامة متعة معاه بالحق المتعة خاطر أنا نبدأ في مشهد من مشاهد نبدأ هكا نحلم فيه نعرف اللي أسامة باش يزيد زينه زين. أكثر من اللي هو مكتوب مم. بالحق عنده رؤية فنية خلقة العاده أه معناتها نعم. انت تشوف حتى في المشاهد نتاعو كيفاش معناتها كل في تلقى نصوروا مثلا في حوش ممثل يخرج لك الزوايا الكل نتاع المنزل يوريهم لك صح بالتصوير, آه. بالتصوير. آه. ودقه التفاصيل يعني دقه التفاصيل, التفاصيل يعني. يعني تخيلي يعني نذكرك بحاجه آه ان ابسط الامور مثلا التستمال لو تتذكري الارنوبه هذيك الارنوبه تعلمت هذيك على سميتها الارنوبه الارنوبه, هي اسمها الأرنوبة, هي الأرنوبة هي اسمها زي ودان الارنب يعني إيه. فهذيك يعني عانت الامرين إيه. منها بسمه مسكينه يعني هي والجروب اللي معاها نوجه لهم تحيه طبعا شباب وفريق بسمه الدوادي كلكم نقول من لكم منورين ورمضانكم مبروك سيدي دالي آه ####نبيلة حسنة كلكم ميسة كلكم رمضانكم مبروك وان شاء الله ديما من, من تفوق الى احسن بالنسبة دايما لنا عمل متكامل انا منخدمش وحدي نخدم مع فريق كامل صح؟ اللي هو كل واحد يقد حاجه كل واحد يضيف حاجه... كل واحد يعطي رايه في حاجه ونزيد نطورها ونعمل عمل بش... جماعي عمل أيه جماعي أيه وكله حتى الديكور زاد معنا في, في تناسق الالوان والاكسسوار وكل معناتها كان ما نبداوش كنا مع بعضنا ما نجموش نخرجوا صوره الصوره مال... هذه يعني بكل أيه تفاصيلها في شيء مخليني مستغرب شويه او حاير كيف قدرت توفقي في عندك عملين واحد في قاره اسيا في واحد في قاره في افريقيا, أفريقيا. يعني في تونس وفاصل بحر كبير وفريقين والعملين اضخم واحد اضخم من الثاني ومخرجين كبار إيه الزوز نعم. رزق الاب ورزق الابن كيف قدرتي تعزجت الريح آه قرينا السيناريو وقبل ما نمشي لتركيا حضرت الملابس الملابس والحاجة. كلهم مه. وخليت المساعده بتاعي الاولى باش تنسق في الربط متاع التسلسل متاع لي راكور وكل شيء المسلسل وكان فما حاجات تغييرات المخرج ما مش ما عجبهمش فما توا ال... كنا نحكيو على ال... التليفونات والكاميرات <applause> حلي سيسي الكاميرات تقولي راو المخرج ما حبش هذايا وشن... بدل هذيك فوالا وهي زادة كانت تعطيني اقتراحات وتقولي لي قاولك كان نعمل هكايا راو الشخصية هذيك يحبها هكا ما عادش يحبها هكايا دونك المخرج راهو في اي وقت نجم يكون حتى قال لك عليها اي 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 في في موقع تصويري نجم يبدل رايه اي اخر لحظه دونك يلزمك انت تكون ديما عندك البديل وين ديما عندي البديل معناتها ديما عندي البلان بي نحن نقول لا مش بلان بي بركا سي ودي. مع مع اسامه ما فماش بلان بي بركا أيه. فما عندي الا والبي والسي, والسي والدي وكان انا نزيد هكايا وحيده رابعه نقول لعل لا. باش باش انا نبدا راضيه على, على كل, كل شيء خاطر نجم تلبسوا حاجه يقول لك لي صح تو آه بالنسبه حكينا على على شغلك مع ليبيا الكبير آه خلينا نحكوا نرجعوا شويه لشغلك آه يعني مع تونس اشتغلتي اهم الافلام التونسيه آه من هو المخرج اللي آه اللي تعاملتي معاه وحسيتي روحك انك انت يعني راضيه بنسبه خلينا نقول 70% عن شغلك معاه يعني والله هما زوز مخرجين mm -hmm. آه عندك ابراهيم الطيف mm -hmm. خدمت معاه آه، بورتوفارينا فارينا الاخرين شفت بورتوفارينا عجبني حتى البوستر يعني والالوان آه. اللي كانت في, في الملابس. الملابس, يعني خدمت مع تشيني تشيتا خدمت مع مع افلام وبريسك اللي عملهم الكل كنت معاه ابراهيم معناتها عنده طريقه حتى كيف اسر لك انا نعرف ابراهيم طبعا انا يعجبني يعجبك و تعجبني الخدمه معاه وعندك عبد الحميد بوشناق معناتها هو يفهمني وانا نفهمه وخسارة ما خدمتش معاه سنة في المسلسل على خاطر كانوا عندي مشكلة آه مشكلة. آه كنت كنت مشغولة يعني آه آه ما خدم معاه زميلي آه. ومحلاهم لي كوستيم ونوجه له التحية صالح آه بسمة بس ما الدوادي الوقت الحلو يمشي بسرعة بسرعة ما حسيناش بالوقت <applause> معك بصراحة <applause> شكرا جزيلا والكلمة شكرا ليك شكرا على الاستضافة <applause> الحلوة والسحور اللبنين أنا سينا وازد وازد. صحة صحة وإن شاء الله نقول لكم رمضانكم مبروك ومانيش بشراكم إن شاء الله عيدكم مبروك آمين يا رب هيك وصلنا هيك نكون كملنا الحلقه معكم ان شاء الله نكون وفقنا في حلقتنا هذه مع بسمه الدوادي مني ناس سليمان قشوط تصبحوا لخير خير سمر سلمك سليمان شكرا على السحور الحلو سلمك. ونشكرك بسمة على الحلقة الحلوة أنا سينا واجد بصراحة مشاهدينا وين كاميرتي؟ نجيب <applause> هذه اللغة مشاهدينا تقابلوا إن شاء الله بكرة في نفس الموعد في سحوركم علينا مع ضيف جديد خليكم دائما على الـ في ما تبدلش المحطة إلى اللقاء باي تسمع باي تصبح خير باي